السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الخياطة ديال هاد القفيطين هذا من الأول حتى الأخر. غادي نبداو بالدرس اللي غنديرو في الكميمات. غنديرو هاد الدريس خفيف بالعقيق وراه ساهل في الخدمة. يمكن لكم ديروا هاد الخدمة حتى للبنيات الصغار، راه تجي هاد الخدمة الصراحة زوينة. غادي نديرو نفس الخدمة اللي في الكمام، غادي نديروها لقدام ونزلوها من الفوق حتى لتحت. المهم غنبداو دابا غير بالكميمات. نبداو بسم الله. بالنسبة للحرير أخواتي غنخدم بالحرير مبروم على جوج شعرات. بالنسبة لهذا الحرير أنا جربته على ثلاثة ولكن مداش ليا من العقيق. العقيق غادي نخدمه بهذا العقيق لون في اللون. يمكن لكم أخواتي تخالفوا حتى اللون ديال العقيق، يعني ديروا مختلف على اللون ديال الحرير اللي غتخدموا به. هذا العقيق النمرة ثلاثة. هانتوما كيف ما العادة أخواتي كنلاقي لكم هو الاول. انا واخا ما كملتوش كامل، المهم هذه الطريقه اللي تنديروش ما نبقاش هز القفطان كامل، تنهز غير حاجه بحاجه حتى كنخدمها، عاد من بعد كنجمع البياسه كلها باش يجينا هكا الدرس داير ومفيني. كنسبقوا الملاقيه عاد ندرسوا. انا سبقت هنا الملاقيه، تنيت القياس اللي بغينا نتنيو هنايا صافي ونبداو. الا ما بغيتوش تشدوا بهذه الطريقه ويبقى هاد راس شد لكم الحرير، جيو من هاد الجهه من التحت تحت الثوب، شدوا بحال هكا، خليوا الراس ديال الفنيته بحال هكا يتغطى بالثوب. بالنسبه للبرا اخواتي انا خدمت بهاد البرا النمره 8، دازت ليا من هاد العقيق النمره 3. المهم راه كل مره كيفاش كيصدق العقيق، يقدر يدوز يقدر ما يدوزش. المهم كتجربوا البرا، خذوا 8 و 9 جربوهم بجوج، اولا ملي تاخذوا العقيق عدموا العقيق جربوا البرا اللي يدوز لكم منه. نجيو لهنا، اول حاجه كنسبقوا في هاد الدرس هي الحبكه. نجيو لبلاصه الملاقيه، تنهزوا من هنا واحد العوينه. انا قربت لكم اخواتي باش تبان لكم الخدمه واضحه. نهزوا هاد العوينه ديال الحرير صافي، ونشد هنا في الثوب، ندير الخيط على يدي اليسار، نرجع لهاد الخويط، نلويها كل ويه وحده على البره، نخدم هاد الضربه هنا ونعاود نجي لحده هاد الضربه ونشد عاوتاني في الثوب، ندير الخيط على يدي اليسار، نرجع لهاد الخويط هذا، تتولي عندنا عوينه هنايا، الولويه وحده على البره صافي، ونجر الخيط بحال هكا ونعاود نشد في الثوب، منشدوش بزاف الثوب وما نبعدوش الضربات باش تجينا الخدمه متقونه. غير نبقاو نشدو في الثوب، نرجعو لهاد الخويط الولويه وحده على البره ونعاودو نشدو عاوتاني في الثوب، نرجع لهنا. هذه هي الحبكه اخواتي كنسبقوها هي الاولى. بغيتو تدورو معكم كامل وملي توصلوا لهنا نفس الحرير تبداو بالخدمه دورو معكم، بغيتو تخدمو غير شويه وتبداو بالدرس ديرو. المهم ديرو الطريقه اللي ترتاحوا فيها. انا غنبقى نخدم في هاد الحبكه واحد شويه اخواتي ونرجع لكم. ملي تنكملوا الحبكه تنجيو لهنا تركبوا خيط جديد. الا كملتوا الدوره معكم كامل راه نفس الخيط ملي كتوصلوا هنا تتكملوا به، اما الا درتوا بحالي انا خدمت غير حتى لهنا صافي، بغيت باش نوري لكم الدرس فراه غنركب خيط جديد. نجي لهنا الاول عوينه نثبت فيها الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير، نعاود نشد هنا في العوينه اللي حداها ونركب عقيقه. العقيق راه النمره 3، هانتوما بالنسبه للعقيق النمره 3 وهاد البرا النمره 8، الحرير على جوج شعرات تدوز لينا العقيقه، هي كندوزوها بحال هكا من البرا وكدوز صافي. غنخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونشد في اللي حداه. بالنسبه لهنا نزير الخيط باش ما تبقاش العقيقه تلعب، ونرجع لهنا لهاد العوينه، ندير قوس ونخليه داير على قياس العقيقه، نعاود نرجع لهنا نفس العوينه تيضوب لينا هاد القوس،
نخلي الخيط داير على حساب العقيق ونعود نرجع لهنا نفس هاد العوينة. صافي وندير الخيط على يدي اليسار ونبدا نحبك، نهز هاد الخيوطه بثلاثة ونحبك. حسبوا اخواتي الحبكات باش يجينا الدرس كله قياس واحد. ها واحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها ستة. وحاولوا اخواتي تعمروا القوس مزيان باش يبقى واقف. درت ستة، ها السابعة. فهاد السابعة غنرجع فيها، نبقى شادة الخيط بحال هاكا مزيره الوجه لويات على البرا، نجر البرا بحال هاكا الفوق ونرجع لنفس هاد العوينة ونحبك على هاد السنينة. تنديرو سنينة بحال هاكا. هنا درنا ستة الحبكات، السابعة درنا فيها سنينة، دابا هنا غنزيد ستة الحبكات. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. وخا يبان لينا القوس عمر نجبدو بحال هاكا ونزيدو نكملو العدد باش ما بدينا في الأول. بدينا هنا بستة، خاصنا حتى هنا نديرو ستة باش ملي كمل هاد الدرس تتبان لينا هاد السنينة جات الوسط. صافي نعاود نشد هنا في العوينة اللي حداها، هاد الشدة الأولى، نعاود نشد هنا الشدة الثانية، نرجع لهاد الخويط ندير سنينة. بالنسبة لهاد السنينة غنلوي ثلاثة تلويات على البرا، واحد، جوج، ها ثلاثة، غير باش تجي باينة. نجر الخيط الفوق، نرجع لهاد العوينة ونحبك. صافي نعاود نشد هنا، تنشدو الشدة الأولى والشدة الثانية، نركب عقيقة، نخلي هاد العوينة ديال العقيقة ونجي لهنا ونشد هاد الخيط، زيرو باش تجي العقيقة مقادة هنا. صافي ونعاود نرجع لهنا لهاد الخويط، هاد الخيط الأول نديرو داير على العقيقة، نعاود نرجع لنفس العوينة، ندوبل هاد الخيط ونرجع لهنا. تيجينا هاد الخيط مدوبل على ثلاثة المرات، نلوح الخيط على يدي اليسر وغنعمر بحال القوس الأول ستة المرات، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها ستة. نزيد السابعة هي اللي غتجي الوسط، ندير فيها سنينة، تنبقى شادة هاد الخيط باش ما يتحلش ونلوي على البرجلويات ونجر الخيط الفوق، نرجع لنفس الخويط ونحبك. صافي تنديرو سنينة بحال هاكا. صافي نكمل دابا هنايا ستة المرات، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، هست. واخا يبان لكم القوس عمر عمروه مزيان باش تولي هاد السنينه تجي الوسط، تبان لينا في الخدمه راها الوسط. صافي غنكملوا اخواتي بنفس الطريقه، تنشدو الشده الاولى، الشده الثانيه غادي ندير فيها سنينه، غنلوي ثلاثه اللويات على البرا، نرجع لنفس العوينه نحبك. صافي نعاود نشد هاد الشده الاولى، الثانيه، نركب عقيقه، نخلي هاد العوينة لهاد العقيقة ونشد في اللي حداها، نرجع لهنا لهاد العوينة، الخيط نديرو داير بالعقيقة، نرجع لهنا نفس العوينة، تندوبل هاد الخيط بثلاثة المرات تيجينا مدوبل. صافي ندير الخيط على يدي اليسر، نهز هاد الخيوطة بثلاثة ونحبك، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نزيد السابعة هي فاش غندير سنينة،
بالنسبه لهنا اخواتي انا رجعني هذا القياس، نتوما راه يقدر يجيكم اكثر او لا قل، المهم هو ان خاصكم تعمروا هذا القوس مزيان باش يبقى يبان بحال هكا واقف. هانتوما تيجي داير بهاد العقيقه، ما تي تدخلوا زعما العقيقه بحال هكا من الوسط، ولا تيجي طايح تيجي واقف بحال هكا. هذا راه مازال ما مصلوح ما والو، ملي غيتصلح راه غيبان اكثر. غير هو اخواتي راه الا زيرتوا هذا القوس راه تيجي القوس خارج لهيه والعقيقه تجي خارجه عندنا لهنا، داكشي علاش ديروا القوس يجي قياس العقيقه. صافي غنكمل هنا هاد السنينه الوج لويات على البره، نجر الخيط الفوق نرجع ندخل البر في نفس العوينه ونحبك. صافي ونكمل هنا ست الحبكات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة. صافي هانتوما أخواتي يجي القوس عامر. صافي غنكملو بنفس الطريقة، راه هذا هو الدرس، تيجي على هاد الشكل وراه ساهل في الخدمة. يمكن لكم أخواتي تخالفوا اللون ديال العقيق غيبان كتر. صافي أنا غنكمل هاد الخدمة من بعد، المهم راه هي هادي تجي على هاد الشكل، وهذه هي الطريقة راه سهلة. دابا غندوز معكم أخواتي في الفيديو اللي وراه هذا، غادي نوري لكم كيفاش نخدمو بهذا الدرس نفسه، الهبيطة القدام نازلة من الفوق حتى لتحت. نتمنى أخواتي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أخواتي تضغطوا على زر الإعجاب، اللي ممشاركش في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة، وشكرا لكم.